تشكم. طبعا الجنجويد الليلة قالوا يمشوا اللبيط الهجانة ب 12 عربية لا مليون ملاقيط ما لليوم ملاقيط ومعاهم النقيب خلا وكلام فاضي وريمة مخنايت وقالوا يمشوا وين انت ماشي وين انت عبيط ولا اهبل؟ لا انت عبيط مهما كنت سكران مستحيل تعمل لك خطوة زي دي. مهما كنت سكران ومحشش يا اخي لما تمشي تمشي للهجانة يا اخي معقولة يا اخي متي ب 680 عربية ما قدر دخل القيادة 680 عربية ما قدر عمل في القيادة حاجة ولا فيهم حاجة تجي انت سايق لك 12 وسايق لك 16 سكران و25 ملقوط و42 محشش و43 ما تامين رجال دار تمشي بون الهجانة هجانة وين هجانة انجغامتك بدري النغيب خلا النغيب خلا حامد الحبيب المشهور ببقصة لا بقصناك 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 خلا بقصناك 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 استلمنا منهم عربات ما معروفات 7-8 ودمرنا الباقي وجغم كثير جدا جدا اغلبيتهم دنيا زايله والهجانه كالعاده تطلع وتجي داخله والانتصارات والزغاريت في الشوارع ودي بقت عاده التحيه ليه اللواء فيصل بامانه بامانه مما بدت الحرب والله العظيم مفرحنا ومفرح كل السودان شغل مقفل ولا كلمه ولا كلمة له التحية وله الاحترام والله شغل ولا فيه كلمة ولا فيه حاجة هجانا شغل مزاج المزاج طلعوا لغاية بس بينتظر بعد شوية يجوا فرحانين ورافعين وسايقين يطلع يستقبلون عارف ناس وواثق فيهم لا كمكبة ولا خوف ولا تعالوا ولا أرجعوا ولا عارف بيمشوا بدوسوا وبيجوا راجعين بيمشوا بدوسوا وبيجوا راجعين اصله ما عندهم لف ودوران ولا بهزروا لا تعالوا وارجعوا ولا تعالوا ولا 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 طلعوا بعد شويه هو بيطلع يستقبل ناس وجايين ومنتصرين لانه عارف وواثق فيهم الهجان بريش اساس الجيش كلام انتهى كلام انتهى الضربه الثانيه اللي كانت كبيره كانت في سنجه كميه بتاعت عربات اتجمعت وكانت مرصودة وبعد ما خلاص دايرة تتحرك انجغمت انجغمت كمية كبيرة منهم من ضمنهم اللواء خلا سمحون سمحون ده ما حقنا سمحون ده بتاع الجماعة انت جدك ديفيد شارلي سمحون جنجويد وكمان معاكم قلة ده بسامي جايبيننا لنا من برا دي ما سامينا ما حقتنا سمحون ده ما حقنا سمحون ده معروف حق وين اي سمحونك انجغم وسمحونك انجغم وسمحونك انجغم اللي هو سمحون دنيا زايله وزايل سمحون او زايل ديفيد او زايد شارليه شوف شغلتك اقضاها كميه كبيره جدا جدا منهم انجغمت في الضربه بتاع السنجه كميه بتاعت عربات قتاليه جاهزه كميه بتاعت عربات قتاليه جاهزه بعتاده بجنوده بناء كلها دنيا زايله دنيا زايلة خلاص فيشنو ما في اي حاجة كله زايدة كله زايدة وشفنا اللايف الفيديو بتاع ناس فرحات ودى العمدة والغايد بهناك قال لكم يومين ايام ونسلمكم جبل موية وانا قلت لك جبل موية الدندير سينجا كله كله بساعة الزمن يعني يطلع يقول لك استلمنا جبل موية بعد ساعة يقول لك استلمنا سينجا بعد ساعة يقول لك استلمنا الدندير بعد كده ليه؟ لأنه الناس ديل خلاص ناس ديل ما في حاجة بتخليهم يبقوا موجودين معانا لا مجتمع دولي لا أمم متحدة ولا يحزنون الناس ديل بالنسبة لنا دنيا زايلة شاء من شاء أبا من أبا الناس ديل دنيا زايلة الشعب السوداني مبسوط وحيكون مبسوط وحيكون سعيد الأيام الجاية الأيام الجاية مختلفة الأيام الجاية مختلفة مختلفة عديل مختلفة عديل شفنا الخلية الموجودة قبضوها اتجاه القضارف قبضوا لهم خلية اتجاه القضارف 16 ولا 30 ما معروفين فيهم النغيب خلا قبضوهم وشفنا الملص رجع الملص ثاني
رجع المنلص ثاني زول منلص طوالي هناك في قبضه طوالي منلص. الايام دي جاي ايام سودة، جاي ايام سودة ظلمة ظلمة عديل. شفت الجوة جوة والبرة برة مزولتي جوة جوة والبرة برة. لا بحلك مجتمع دولي ولا بحلك قحاطي ولا بحلك العالم، بحلك حاجة واحدة ترمي سلاحك تسلم نفسك. عندك كلام غير الكلام ده، عندك قول غير قولنا قولوا، وإحنا قلنا قولنا قولنا قلنا ليك سلم سلاحك يا تافه يا ملقوط يا قزر يا وضع الضيفان، سلم سلاحك واركع في الوطن يخليه يستلموك سيادك. ده قولنا. عندك قول تاني أحرس الميدان، أحرس الميدان. كلام واضح، ما واثقين في جيشنا ومتأكدين وعارفين وبنسبة 1000% أنه بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى ملبوط ما يطلع. يا جماعة شير، لأنه عليه بلاغات، البلاغات يا جماعة صفحة جديدة. ملقوط واحد ما يطلع، ملقوط واحد منكم ما يطلع. شفتوا ملقوط واحد كده يطلع ما في، يطلع منكم ملقوط ما في، نهاية ما في، القصة منتهية. هو وين يقول لك؟ وين عمارة التضامن دنيا زايلة؟ يقول لك وين؟ يا تمحيل يا تشارع، يوصفوا وين؟ وين يوصفوا لك وين عشان نقدر نحدد؟ الدقة اللي دقيته العشر يوم ال 12 يوم اللي فاتت دي دك سبحان الله ما خلى فيكم نفخ النار، خلاكم ما عارفين تمشوا وين. اتحركتوا كلكم من اتجاه جنوب الجزيرة، جيتوا جاي شمال الجزيرة، جايكم في شمال الجزيرة ضرب. اسمع الكلام، ما تجي شمال الجزيرة في الدساء، جايك ضرب في اي مكان، اي مكان انت فيه جايك. يعني ما تطلع من مدني عشان مدني فيها ضرب والحصحيصة، والله اي مكان تمشي انت مضروب، اي مكان تتحرك فيه انت مضروب، انت مجغوم، دنيا زايلة، نار جهنم وبئس المصير. القصة خلصانة، القصة خلصانة. شعب السودان صبر ونال، صبر ونال. ما تسمع اي شعر، ما تسمع اي كلام فاضي، ما تسمع اي لعب. كلام ده محسوم، شغل ده محسوم. لا مجتمع دولي بحلهم، ولا امم متحده بتحلهم، ولا اغاثه عالميه بتحلهم، ولا صحه بتحلهم. اللي بيحلهم سلموا نفسهم، دي بلدنا ودي بيوتنا. انتوا قاعدين جوا بيوتنا، منو اللي بيجي يشرع لك بيتي تقعد فيه ويجيب لك هو من برا عشان تحميك في بيتي؟ يحموه من منو؟ هم دول قاعد معك. الناس دار حماية منك انت، الناس اللي كانوا هناك كلهم مشوا طلعوا قاعدين مع الجيش. القاعد معك اهلك، ناسك جايبوا معك الملاقيط، دي ناسك. انت دار تجيب بحسة أممية عشان تحميك مننا نحن؟ ما بتحميك والله. طالما قاعد في بيوتنا ما في قانون في السماوات ولا في الارض يحميك مننا. انت ما قاعد في بيتي، انت ما قاعد جوا بيتي، صح ولا ما صح؟ ده ما بيتي، بيتي المي قاعدك شنو يعني؟ الامم المتحده حتكتب في القرار شنو؟ دايرين نحميهم ليه؟ ما بلغوا صغار سنغنق مالهم يحمون ليه؟ ما هون عملوا فيها رجال، ما عملوا فيها رجال ودايرين يستلموا البلد، ما عملوا فيها رجال ودايرين يستلموا بلدنا حقتنا ملكنا، دايرين يستلموا. شفت تطلع ويوي ما في والله، تلبس مره تلبس راجل تلبس هناي ما بتطلع. حللك واحد وما عندنا يهود، قولنا تسلم تخوت غصبا عنك وكراعك في راسك، كراعك في راسك يا جنجويد يا غزر، تسلم. تيجي ترفع يدينك ورافع يدينك وتسلم وتبكي كمان، ده كده ده القانون. خلاص انت قايل البلد دينا من الجيش بيحارب فيك؟ الجيش بيحارب، الجيش مؤسسه تكتيك فهم، الجيش ما متهور ولا انت بتستفزه بحاجات تخليه يمشي لقدام عشان تنتهي منه. الجيش وعى ودمرك بدون ما يخسر حاجه. احتمال اي فقدنا اخواننا ودخلت وشلت حاجاتنا وسرقت بلدنا، ده كله بتعوض، لكن لو كنت شلت الدوله عمره ما تتعوض. مهما كان فقدنا من حاجات احسن من نفقد دولتنا. طالما دولتنا موجوده، السودان ده موجود، احنا موجودين.
طالما سوداننا ده موجود نحن موجودين. نفقد ولاية ولايتين، نفقد عفش، نفقد بيوت، نفقد أي حاجة، كل ذول ضحى. لكن السودان قاعد، المؤسسة قاعدة، معناته كله بيرجع وبيرجع أحسن من الأول، وترجع الكرامة وترجع العزة ويرجع السودان. تعرف السودان يعني شنو؟ تعرف يعني شنو؟ هتعرفوا قدامك. احنا انتصرنا عليكم وانتهينا منكم زمان، والقصة الجاية دي ما قصة بتاعت ان احنا دارين ننتصر ولا ما، لا لا، القصة الجاية دي قصة بتاعت عشان الناس ترجع. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مقتطفات أخبار السبعة. نسور الجو ينفذون ضربات جوية دقيقة قبل آخر ضوء حول الفاشر والكومة. استهدفت آليات وقوات الجنجوية المتمردة، وأنباء عن هلاك عدد من كبار قادة الجنجوية في الخصيفة. مقتل قائد ميليشيا الدعم السري بسنجال هادي سمحون. منذ أكثر من ساعة الفاشر تشهد اشتباكات عنيفة في الأحياء الجنوبية والشرقية مع سمات ذوية أصلها ثقيلة. المتمردين يهاجمون الفاشر من اتجاه الشرقي واشتباكات عنيفة تدور الآن. نسأل الله النصر والثبات للقوات المسلحة والمشتركة وأن تجلي المعركة بنصر عزيز. اللهم الثبات أبطال الفاشر، لا زال الهجوم متواصل عليهم، ثابتين بحول الله وقوته. الدنيا تدور ثم تعود وتقف عندك، لا تفعل بك ما فعلتها بغيرك، تذكر ذلك جيدا يا من طول غيرك وتمضي وكأنك لم تفعل شيئا. صباح العافية يا رب العالمين. اللهم النصر للقوات المسلحة، اللهم النصر للقوات المشتركة والمستقيم. الله أكبر، النصر حليفنا. دعواتكم دعواتكم.